من لندن بيضم لينا الأستاذ مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني والمحلل السياسي. أهلا بك يا دكتور مصطفى، منور. أهلا بك يا أستاذ حسام وبكل مشاهدين قناة المحور. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك في حزب العمال، بس احنا هنتكلم بشكل يعني ايه أكثر شفافية أو يعني بشكل أكثر عمومية. طبعا هتوقف معك عند المشهد النهاردة. الحقيقة مشهد غريب وجديد. أولا رئيس وزراء من أصل هندي، وده شيء أعتقد بيحصل لأول مرة في تاريخ بريطانيا. ثانيا الملف الاقتصادي حاضر وبقوة بعد فشل كبير كما يقول الداخل البريطاني ليستراس. شايف حركة ازاي هذه الخطوة وتأثيرها المباشر في الاقتصاد كمان؟ طيب، هو مبدئيا طبعا هو كان مفروض ان هو يبقى رئيس الحزب قبل ما يجيبه تريسي. فطبعا هو كان مفروض يكون هو رئيس الحزب، انما طبعا للأسباب بتاعت حزب المحافظين لم يتم اختياره. طبعا اللي حصل، جات الست بأخطاء فادحة وبدون خطة وعملت اللي عملته في الاقتصاد أو زودته سوء، يعني هو ما كانش زودته سوء، وكان كل يوم في حياتها في الوزارة الحالة بتبقى أسوأ أو بترتكب أخطاء أكتر. فطبعا الفترة اللي عادتها يمكن كانت كتيرة على الأخطاء بتاعتها، كان مفروض تمشي من زمان. حزب المحافظين، يعني خلينا نقول الاختيار النهاردة لريتشي هو يمكن اختيار مناسب ليهم، إنما هم في مأزق، ما حدش معاه عصا موسى السحرية اللي يطلعهم منه. خلي بالك إن ريتشي هيختار وزارة الأسبوع الجاي، وهيكون عنده وزير مالية اللي هو هيكون مسؤول عن الملف الاقتصادي. كله هيتوقع على مين هيكون أعضاء الوزارة بتوعه. حزب العمال، حزب المحافظين بقاله فترة طويلة جدا بيعتمد على اختياره للوزراء على الناس اللي كانوا مساندين للحملة الانتخابية بتاعتهم، مش على الكفاءات. عندهم كفاءات إنما لا تنال نصيبها في اختيار الوزارات، علشان بيختاروا الناس اللي بيسندهم في الحملة. حزب المحافظين مشكلته الأزلية اللي هو وصل إليها كلها بس السوناك يعني ده قيل إن هو صاحب رؤية، بدليل إن هو استقال لما كان بوريس جونسون في سدة الحكم، وبرضه حتى بوريس جونسون سحب أمامه يعني في ما سمي إنه يعني مرحلة أكثر توافقية. فإيه الجديد اللي بيحمله؟ يعني إيه الجديد اللي بيحمله هذا الرجل عن ريس تراس أو عن بوريس جونسون حتى في ظل الأزمة الحالية؟ هل عنده أجندة معينة اقتصادية أو شيء ما مختلف؟ هو ما فيش شك أنه عنده خبرة اقتصادية، إنما لا يعني أنك تكون وزير اقتصادي أنك تكون رئيس وزارة ناجح. دي حاجة ودي مسؤولية تانية كبيرة. أنت عندك هيبقى وزير مالية ممكن تنصحه، إنما أنت رئيس وزارة ما أنتش وزير مالية. لا يعني أنك كنت وزير مالية ناجح أنك تكون رئيس وزارة ناجح، لأن دول شيئين منفصلين تماما. إنما الحزب المحافظين مشكلته الأزلية النهاردة الوعود الانتخابية. الوعود الانتخابية اللي بدأت من ديفيد كاميرون واستغلها بوريس جونسون وجي أريدوفهم وخلص منه، وكان حلمه أنه هو رئيس وزارة، بقى رئيس وزارة. قبل ما يكون رئيس وزارة كان وزير خارجية، كان عامل مشاكل كبيرة جدا مع عالميا يعني. جونسون يعني حتى شعبيته متدنية للغاية. ولسه قيد التحقيقات حتى في موضوع الحفلات بتاع 10 داونينج ستريت وبتاع. انت قلت الكلمة اللي فيها الفايدة دلوقتي اللي ما حدش بيبص عليها، لان كل الناس كانت بتقول بوريس هيجي يرشح نفسه وبعدين تنازل. بوريس ما قدرش يرشح نفسه ان هو تحت التحيات، لا يصح له. هو جه عشان يتاكد ان سوناك ريتشي هيحصل على اغلبيه اعضاء البرلمان، واحنا كنا متوقعين من يوم الجمعه ان يوم الاثنين الظهر هيكون عندنا رئيس حزب محافظين. رويترز النهارده بتقول انه المشكله انه سوناك لم يعرب عن اجنده اقتصاديه او سياسيه حتى واضحه. ايه راي حضرتك في هذا الكلام؟ طبعا هو كل اللي قاله انا اوعد، وزي ما بقول لحضرتك دي مشكله حزب المحافظين كله مبني على وعود انتخابيه. انما انت لما تلاحظ تلاقي النهارده اسكتلندا، البرلمان الاسكتلندي، الحزب الجرين، الحزب الاخضر، كل الناس النهارده بتبص على اختياره وبتقول هنستنى ونشوف، زي ما استنينا وشفنا من اللي قبليه.
فهنستنى ونشوف. انما حزب العمال عنده النهارده خيارين. الخيار الاول انه يطالب بانتخابات بدري لان يدي الراي للشعب، لان الشعب النهارده في فراغ كبير جدا بين الحكومه والشعب، يعني مفيش تواصل. بس الخيارات دي لما قرات يعني كلها ستحمل الاقتصاد عبء كبير، لانه واضح التخبط الشديد في المسار البريطاني. طبعا طبعا، هو ما فيش حد النهارده بريطانيا، ما تنساش ان بريطانيا متورطه النهارده ماديا في الحرب الاوكرانيه، فاحنا عندنا مشكله اقتصاديه كبيره جدا، وفي نفس الوقت تورطنا في امداد اوكرانيا بكل اللي تطلبه النهارده، فاحنا عندنا مشكله ورايحين نحط نفسنا في مشكله اكبر. وطبعا الشعب هنا فقد الثقه عموما يعني في حكومه المحافظين. ولو حصلت انتخابات يمكن الشعب ما ينتخبهمش عشان فقدان الثقه، مش عشان. وهل تتوقع ان ده يحدث ولا الامور هتهدأ قليلا مع سوناك؟ يعني هل السيناريو ده مطروح بقوه الان؟ هو انا هقول لحضرتك الخيار الثاني لحزب العمال، بس احنا كاكثر من حكومه في شهرين يعني. طبعا، بس الاختيار الثاني لحزب العمال هو انهم يقدموا طلب بسحب الثقه من الحكومه. وده هيحصل لو هم ضمنوا عدم اعضاء البرلمان اللي هم يؤيدوهم في هذا الطلب، لو حصل هيقدموا هذا الطلب، فهم عندهم خيارين. انما زي ما بقول لحضرتك هو لن يعلن عن برنامج، ما فيش حد قبليه جه اعلن عن برنامج، وكلهم ماشيين بعشوائيات بيورطوا فيها الاقتصاد البريطاني. النهارده المواطن البريطاني بيعاني معاناه شديده جدا في مواجهه اعباء الحياه واسعار الحاجه اللي موجوده في السوق، مش قادر يدفع المورجيش بتاعه، فالمواطن البريطاني في حاله سيئه جدا ماديا. بيحاولوا ان هم يقولوا هنساعد، انما مهما ساعدوا مش هيقدروا يخرجوا من المازق اللي هم فيه. مفهوم. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا استاذ مصطفى رجب عضو حزب العمال البريطاني والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن. وكلنا نتوقف عند هذه المحطه لانه بريطانيا في ازمه، اوروبا في أزمة، والعالم كله في أزمة، والجميع يبحث عن مخرج، ولا تبدو الصورة واضحة حتى الآن.